السلام عليكم، معكم طلال نقار. نستمر معكم بكورس الأخلاق الطبية. معنا أخونا دكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن. كيف أخينا باسل؟ يا هلا يا هلا دكتور طلال، يا كيف هلا. فهمتك معنا اليوم؟ تمام. طيب، اليوم ما بدنا نحكي كلام جدي، خلينا نتسلى. الناس عم يضيق خلقها من الكلام الجدي صراحة. تمام، فرح أنا أعطيك المسألة الشهيرة اللي هي دائما بتسلوا فيها الناس وبيقعدوا بيتخانقوا شو لازم نعمل وشو ما لازم نعمل. هي معضلة القطار، معضلة سكة القطار، ترولي ديليما، اللي هي انه باختصار انت عامل سكه القطار، يعني هذا اللي بيحرك السكه، بيخلي القطار يروح يمين او شمال، يعني يروح مثلا في تفرع للسكه، تفرع بيروح لهالمدينه او لهالمدينه، الطرفين يعني. فانت شايف القطار جاي مسرع والقطار ما نو قابل للايقاف، الفرامات، في شفت هذا فيلم نون ستوببل اللي هو قطار غير قابل للايقاف، قطار غير قابل للايقاف، فهذا ما هو اوبشن عندك، ما هو احد الخيارات المتاحه اللي والله بدي اوقف القطار. قطار جاي ومسرع ولا يمكن التحكم فيه. الشيء الوحيد اللي تقدر تتحكم فيه انت انك انت هي السكه، عامل السويتش تبع السكه، يا اما تتركه مثل ما هو والقطار بيروحوا بطريقه رايح مثلا على الضيعه اي الفلانيه، او انك تعمل هيك وتحرك المسار ويروح القطار للسكه الثانيه، السكه الفرعيه خلينا. فالسكة الرئيسية طلعت عليها أنت من بعيد، وإذا في خمس أشخاص واقفين عليها أو مربوطين عليها، وبالتالي كمان لا يمكن أنك تشيلهم عن السكة، هذول في حدا أحد الأشخاص ربطهم، تمام؟ لا يمكن تشيلهم عن السكة. بالمقابل وبالتالي القطار إذا تم كمل بطريقه راح يدهسهم كلهم، راح يموتوا كلهم. السكة الفرعية اللي انت لو قدرت تعمل السويتش والقطار مشي عليها، ما انا فاضي، ما في عليها شخص واحد واقف هو بيعرف انه يعني انه هاي السكة ما بيجي عليها قطار بهالوقت هذا. فانت شو لازم تعمل اخينا باسل؟ كمان هلا كمان انت عم تطرح مثل ما قلت ديليما او مشكله عويصه، عم تطلب مني اني اجاوبها بكلمه او كلمتين، فصعب. بس طيب هلا رح اقول لك انا شو اوجه النقاش اللي فيها، ونترك للناس هي كل واحد يقرر موقفه فيها، انا رح احكي موقفي بالاخير. جميل، هلا اول شيء لنوضح المعطيات، انت القطار ماشي على السكه، وهو في حال انت ما غيرت له طريقه فهو رح يؤدي لوفاه 5 اشخاص مربوطين او موجودين على هالسكه، وهذا القدر تبعهم في حال انت ما دخلت فيه ولا عملت اي شيء. في حال انت غيرت المزلقان بسموه العربي او السويتش، ورحت انت حركت القطار فراح باتجاه الشخص البريء اللي ما له علاقه بالموضوع، ولكن انت ازهقت روح فيه. ففعليا النقاش هو انت بياخذ عده اوجه، اول شيء من ناحيه الكم، انت عندك 5 اشخاص هون مقابل شخص هون. الشيء الثاني، انت نوعا ما يعني هدول في ناس مثلا هن عاده بالنظريه هي بيكونوا عمال قطار، يعني هن عمال سكك حديد، بيعرفوا هذا الخطر اللي عليهم ولكن موجودين وما بيحسنوا يتحركوا. ممكن هذا يكون احد مخاطر العمل تبعهم، فيك تعتبره احد اوجهه انه هن موجودين فهن متوقعين هذا الشيء، بينما هذا الشخص بريء تماما فانت حولت عليه. هلا النقطه الثالثه او النقطه الاضافيه اللي ممكن تاخذ بالنقاش هون، انه في كثير ناس لما بتناقشك مثلا بتقول لك انت ما قتلت هذا الشخص في حال انت حولت القطار عليه، القطار هو اللي دعسه، انت فقط غيرت السويتش، انت ما عملت شيء، هو القطار اللي دعسه. فانت مثل يعني هي اسمها محفوف من فلسفة هذا ولا أنا الموضوع. غلطان؟ هي اسمها فلسفة، مظبوط صح؟ جدا، أنت ما فلسفية قتلته جدا بس أنت حركتك اللي عملته، لو ما حركته ما حيموت. صح. وبنفس الوقت انت كمان في حال ما حركت اي شيء، في 5 راح يموتوا. هلا في هلا عندك هلا في ناس بيقول لك إني أنا ما دخلني موت الخمسة، بس أخي صح أنت كان ممكن تنقذهم، أنت لو صحيح عملت هيك كان ممكن تنقذهم. وبالتالي أنت اللي بيقول لك أنا ما أنا بترك الأمور مثل ما هي وأترك الأمور، أنا ما تدخلت، ترى أنت مسؤول عن الحالتين ولا أنا غلطان؟ صحيح صحيح، انت مسؤول بالحالتين. مشان هيك بنرجع، اذا بتتذكر حكينا بحلقه سابقه عن موضوع عدم ايقاع الاذى، في عندك شيء سلبي وفي شيء ايجابي. في حال انت غيرت المزلقان والسويتش وراح باتجاه هذا الشخص، فانت فعليا عملت اذى ايجابي انه انت رحت قتلت هذا الشخص، بينما انت في حال تركته ما غيرت شيء وراح هذا القطار قتل هال5 اشخاص، فانت اوقعت اذى سلبي عليهم. يعني طبعا طبعا ضيف للمعطى هون انه انت شغلتك تحرك المزلعه، انت ما انك مارر بالصدفه، انت مو والله شخص عابر سبيل وقول انا مالي علاقه، لا انت شغلتك يا تخليها تتحرك، يعني شغلتك انه يا تسمح له يكمل على الطريق او يروح للطريق الثاني، وبتاع الحالتين انت اخذت مدان قرار.
وحتى طبعا طبعا هذا الشيء مهم، ولكن حتى لو انت شخص مرر على الطريق كمان انه هذا نقاش يعني ممكن تفكر فيه، يا ترى انا راح اتركه سامحه يعني، يعني اسعف هذا الشخص من خلينا انه على الشخص بموقع المسؤولية، نحن عم نناقش ليش أنا المعضلة بأهميتها، أنه أنت عم تحكي مع أشخاص بموقع المسؤولية. أنا ماني عم ناقش شخص إجا على المشفى وشاف في ناس عم تموت وما أنقذها مثلا، أنا عم أحكي عن طبيب شغلته يقعد بالمشفى وينقذ المرضى، وبالتالي نحن شغلتنا عن شخص شغلته هالشغلة هي. نعم. فهون بترجع انت المفروض انت تكون مفكر فيها انت من قبل، يعني هذا الشيء شو هو نهجك انت بهذا الموضوع؟ هل هو نهجك انه انت دائما انه يوتيليتيريان، او انت مثلا بشكل نوعا ما انه انت نفعي، انه دائما بتحاول تنفع الجماعه، انه انت بالنسبه لك هالخمس ارواح وهذا روح، فانت خمسه اكثر من واحد لازم تنقذ الخمسه فبتحركها، او انه يعني انت كأنه تيتم عائلة وحدة مقابل تيتم خمس عوائل، صحيح فكفاء كان نظرة عامة للمجتمع، الضرر تبع تيتم عائلة وحدة أقل من ضرر، هو ضرر على الحالتين في ضرر، ولكن أهون الضررين هون هو إنك تأخذ يعني أقل ضررا. نعم. فاحصائيا غالبيه الناس لما بيتم استجوابهم بهذا الموضوع كله بيقول لك لا، انا بفضل انه حرك المزلقان واقتل شخص واحد افضل من اني اقتل خمس اشخاص. والله هذا لا الغربيين بيعملوا صراحة، أنا لما عملت إحصائية على صفحتي على الفيسبوك كان معظم الناس عم يجاوبوا من الشرق الأوسط رفقاتنا يعني، أو ناس ومعظمهم جزء منهم أطباء صراحة، ترى أغلبهم كان بيقول لك أنا يعني بيشيل المسؤولية الأخلاقية عن حاله، إنه هو إذا ما تدخل إنه ترك الأمور لقدره، إنه قضاء وقدر ثم قضاء وقدر، هو يعني عمليه هو اتكاء على القضاء والقدر، إنه ترك القطار مثل ما هو ما له ما له علاقة. بس هذا هل أو حكي صحيح؟ هل هو فعلا ما له علاقة لو تركهم؟ لو هلا يعني شوف، لو هلا هو في حال هو كمان حتى هذا الشخص بيتبع بمجمل اعماله الديونتولوجيكال ميثود او انه الاخلاق الواجبه، انه هو ما بيعمل، ما بيحب انه يعمل شيء غلط، هو قطار مرسم له انه يروح بهذا الطريق، فهو اذا غير المدى الان فراح يروح لعند هذا الشخص البريء الواحد لحاله، فالصح انه هو ما غير طريق القطار وانه يروح هذول الخمسه، كمان هذا الشيء مقبول في حال انت اخذتها من هالناحيه. معناتها هو لو غلب نظرية الأخلاق الواجبة، أنت ذكرت نظريتين، نظرية الأخلاق النفعية اللي هي أنك تنظر للنتيجة، إذا كان النتيجة إيجابية فهو الفعل جيد، أو نظرية الأخلاق الواجبة اللي هي تنظر للفعل نفسه، إذا كان الفعل مقبول فهو مقبول أو غير مقبول غير مقبول، وبغض صحيح النظر إذا كانت نتائج سيئة تبعه، بمعنى آخر بالأخلاق صحيح الواجبة أنت هون أنقذت شخص أو حافظت حياة شخص، بس أنت ضحيت بخمسة أو سببت بنفس أو الوقت، حافظت أو كان ممكن تنقذ خمسة وما أنقذتهم، بس أنت عم تقول أنا ما لي علاقة، فأنت بس مو هون بس هيك النتيجة. انت، مو بس هيك انت طبقت الشيء الصح، القطار ماشي على السكة هي، انا ما اضطريت اغير له طريقه ليروح لشيء مخالف، انا تركته على طريقه وان كان وعملت الشيء الصح بهذا الموضوع، فنتج عنه وفاة خمس اشخاص، خير خير ان شاء الله تمام، يعني يعني بس معناتها يعني لو طبقنا نظرية الأخلاق الواجبة بهذا القطار، نحن حنترك السك الـ 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 الأخلاق الواجبة، لأن أنا بفعل الصح أنا راح اترك القطار يمشي على هواء ويعفس الخمسه او يقتل الخمسه. بينما لو صح. بدي اتفزلك شوي وطبق الاخلاق النفعيه وانا اطلع على الضرر الاكبر وعلى الفائده الاكبر، فانا لازم احرك المسار وانا اضحي بالشخص نعم مقابل انقاذ الخمسه. نعم وهلا خلينا بس هون نركز على نقطة الفعل هون، أنت بالنسبة لك كشخص صاحب واجب يعني أنت إنه أنت فقط تغير السويتش. هلا رح أرجع للإحصائيات اللي تمت على مستوى الغرب، مثل ما قلت لك المجتمع أو اللي تم إحصائه، العينة اللي تم إحصائها كان عندها تقبل أكثر لقتل شخص بدل خمسة، في حال هن كانوا عم يخيروا وعم يغيروا المزلقان بإيدهم. هلا في عندك حالة ثانية عملوا هذا شوي، سألوا السؤال بشكل مختلف، قال لك مركز انه انت شخص واقف فوق الجسر وشايف القطار ماشي وجنبك شخص، اذا دفشت هذا الشخص رح ينزل على المزلقان ويغير طريقه للقطار. قام الناس شافوا انه دفش هذا الشخص يعتبر قتل، كان فعل إيجابي هذا. فعل ايجابي، فكانت نسبة الاحصاء، بنسبة الاحصاء اختلفت وراحت باتجاه انه الناس كانت اقل قبولا لدفش هذا الشخص وان نتج عنه وفاة شخص واحد. هلا ففعليا ربما هذا بيرجع فقط لنفس اختلاف الفعل ما بين تغيير المزلقان لدفش الشخص غير نتيجة الإحصاء. ما هو بيرجع هذا ربما للموضوع التفريق بين الفعل الايجابي والفعل السلبي، رغم انه النتيجه وحده بالقتل مثلا بحادث السياره لما قلنا انه انت اذا عفست شخص بسياره وقتلته مثل كانك تركته ينزف على الطريق وما انقذته، يعني على الحالتين هذا فعل ايجابي، بس يبدو تقبل البشر عموما للفعل السلبي اقل وقعا اخلاقيا من الفعل الايجابي حقيقه، الفعل الايجابي بتم مرفوض القتل العمد بسموه، بس القتل السلبي
تقبل الناس له، وان كان للامانه صراحه بالنتيجه واحده احيانا كثير الفعل السلبي بيكون احيانا أسوأ من الفعل الايجابي صراحه. يعني انت صح مره ثانيه اذا بتقدر تنقذ انسان وما انقذته، انت ما ساهمت بقتله حقيقه. صح 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 وصح. يعني هلا في كثير ناس بتقول لك يعني مثلا نحن ليش عم نناقش هذا الشيء وهذا الشيء غير واقعي، نحن اطباء نحن ما لنا عمال سكر حديد. صدقني هذا الشيء انت ممكن كثير ان نحن نواجهه، خاصه باثناء الصحه، بمشاكل الصحه العامه اثناء يعني خاصه مثلا وقت الفاكسين، وقت الكوفيد مثلا صار عندنا كثير قصص بهذا الموضوع. نحن يعني قصدك لما بيكون الموارد محدودة بيكون عندك صحيح انت صحيح الثروة بدك توزعها، بدك تنقذ، يا انت مستحيل تقدر تنقذ كل انسان. يعني ما في طبيب او مشفى او منشأة صحية بتقدر تنقذ جميع البشر. لازم تحط اولويات. هلا حتى بالحوادث الكبيرة مثلا لما صح بصير تفجير مثلا او أو يعني حادث سيارات كبير أو أي شو شيء شو شو هو العوامل اللي بسموها بتشوف ترياج شلون الاطارات الاحمر والاصفر والاخضر وما بعرف ايش. صح فمثلا صح المرضى الشديدين الخطيرين كثير هدول ما هن الاولويه تبع الانقاذ. اللي صح بيكون عم يموت عمليا، يعني هو دقائق بيموت، هذا ما هو بينقذ. اللي ينقذ هو حالات متوسطه. لو انت بدك تنقذ كل الناس حتبدا بحالات الصعبه كثير، الحالات المتوسطه حتصير شديده، وهدول هن اللي ما عاد صحيح تقدر تنقذهم. صحيح. وهلا مبدأ الترياج هذا اللي ترياج اللي تماما. صار، هو الترياج هو تم إنشاؤه أول شيء بالحروب، اللي هو كان الهدف منه إنه إنقاذ وإعادة تأهيل الجنود مشان يرجعوا يحاربوا من أول وجديد. ففعلا أي عسكري كان يشوفوه اللي هن كانوا يقولوا إنه هذا خلاص ما راح يحسن يعيش أو ما راح يرجع يحسن يحارب، كان يقولوا له مثل ما بيقولوا إخواننا المصريين بوسه وحطه جنب الحيطة يعني. طيب خليني ارجع لموضوع القطار. على فكره شوي عم اقطع الصوره والانترنت. يتركوه يعني، واي شخص هو قادرين على علاجه، فاي شخص كانوا قادرين على علاجه واعاده تاهيله كان هو له الاولويه بالعلاج. هلا خلينا نرجع لموضوع القطار. هل القرار بيختلف فيما لو كان هذول الاشخاص مثل بعضهم، او كان في فرق بيناتهم من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه الماليه؟ هذا مثلا الشخص اللي هو قريبك مثلا اللي هو الشخص الوحيد، مثلا هذا الشخص الوحيد هو مثلا مدمن مخدرات، هذا الشخص الوحيد هو مثلا طفل او بالغ، هذول 5 اطفال، هل هذا بيغير من قرارك؟ كمان هذا الشيء بيرجع لنهجك انت، هل انت نهجك نفعي ولا وجوبي؟ هل اذا انت مبدئي مبدئي يعني، فهل انت فعليا انت بتقول لا يا اخي انا بهدفي هو النفع الاكبر للمجتمع، بالاضافه لانه هذا 5 اشخاص ولكن هدول ممكن مثلا عم يعطوا للمجتمع بشكل اكبر، وهذا شخص مثلا واحد هون حشاش او ممكن 5 حشاشين هون او 5 مدمنين واحد هون. طبعا ما راح ادخل هلا موضوع العداله او موضوع التمييز وموضوع هالقصص، هي الى نقاش ثاني، ولكن إذا أنت نهجك نفعي فعادة أنت تعمل محصلة للجمع وبتاخذ قرار بناء عليه إنه مين هو ممكن يكون أكبر نفع للمجتمع بهذا الموضوع. هلا حقيقة إذا بدك، أنا رأيي الشخصي صراحة، أنا مع دمج المذهب النفعي مع مع الواجب اللي هو المبدأ إنك أنت تطلع على الفعل بحد ذاته وتطلع على نتيجته. أنا بتطلع على الشغلتين. أنا ما بعرف إذا أنت مقاربتك شخصيا كباسل أنت بتطلع فقط على الفعل أو على النتيجة. أنا شخصيا بنظر للشغلتين صراحة. أنت ما لا يمكن تطلع فقط على النتيجة وتنسى الفعل، ولا يمكن تطلع على الفعل فقط وتنسى النتيجة. فأنت شو رأيك بهذا الموضوع؟ أنا كمان يعني صراحة نفس مبدأك. هلا إذا بتلاقي غالبية الناس اللي بيشتغلوا بالأخلاق الطبية بيحاولوا، من الصعب تسألهم لما أنت بتسألهم هل أنت هيك ولا هيك، بيحتاروا لأنه عادة بيحاولوا يوفقوا بين الجانبين، وهذا هو أحد الأمور صراحة الحلوة بالأخلاق الطبية، أنه أنت تحاول توصل لطريقة أو لشيء وصلك لهالنتيجة، أنه أنت قدر الإمكان قاربت بين مبدأين ووصلت لحل ممكن ينقبل بين الاثنين. طبعا في حالات ما راح، انت شو ما عملت فانت مدان من الطرفين يعني، هلا على للاسف فكرة هاي الطبيعة. الفقه الإسلامي هو مزيج بين الأخلاق الواجبة اللي هي نعم المبادئ العامة، القتل حرام، السرقة حرام، اللي هي القواعد الكلية اللي هي لا يمكن يختلف عليها اثنين، بس والأخلاق النفعية اللي هي المصلحة اللي هي جزء كبير من أحكام الشرع الإسلامي حقيقة هي المصلحة. في قول لابن تيمية، ماني حافظه بالضبط بس خلاصة كلمته اللي بتهمني بهالنقطة، إنه الفقه الحقيقي ما هو إنك أنت تعرف الخير من الشر، انت لازم تعرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني انت بدك تقارن المصلحه بمعنى اخر، تقرير المصلحه، مو والله اني انا بعرف انه انا هذا شيء صح وهذا غلط. مو دائما الامور بهالوضوح ابيض واسود حقيقه. بالتفاصيل احيانا كثير انت من حاله لحاله بتختلف، بهالحاله هون الضرر اكبر، بحاله هون الفائده اكبر. فهون هذا الفقه الحقيقي او الفهم الحقيقي للحياه خلينا نقول، وبينطبق هذا الشيء طبيا صراحه. يعني
نعم. هلا كمان بالنسبه، صحيح ما حكيت طبعا، هلا بالنسبه كمان لموضوع القطار، في عامل نحن لازم ما ننساه هو عامل الزمن، وانه انت ما عندك الرفاهيه انه انت تقعد تختار والله طولوا لي بالكم يا جماعه بدي اخذ لي يومين ثلاثه افكر فيها، في كثير شغلات لازم تاخذها انت بشكل لحظي، فهذا الشيء ضروري جدا. هلا قبل ما، بس بدي اطرح مثال اخر على هذا الموضوع، يعني هذا شيء حديث عم يصير، يعني هلا في للناس اللي لها مزاج بالذكاء الصناعي وبالسيارات، احد الطرق او الترويجيه للسيارات اللي بتستخدم ذكاء صناعي مثل سياره تسلا او السيارات الثانيه، انه بيقولوا لك انه هن عم يعملوا انه السياره قادره على اتخاذ قرار في حال انت كنت هي بصير السيارة حادث. بتسوق حالة لحالها، السيارة هي قيادة ذاتية. نعم، سيارة القيادة الذاتية طبعا أنت بتتحكم فيها، ما راح تدخل بحديث السيارات، ولكن هي ممكن تاخذ قرار انه هو دائما لمصلحة الشخص اللي عم يسوقها، لو صار حادث، إن صح. صح. لو صار حادث انه هي بتفضل انه تحميك أنت مقارنة انه هي تحمي الناس الثانيين. فمشان هيك هي الشركات هلا عم يستعينوا بالأخلاقيين الطبيين مشان يشوفوا هل هذا الشيء صحيح وهل هذا الشيء مقبول، لأنه حتى هلا هون بالمجتمع الغربي في كثير ناس مثلا بتقول لك لا أنا بفضل أشتري سيارة بتحميني إلي، في ناس لا جماعة مخهم مختلف شوي عن تفكيري أنا، يعني على الأقل ما بقول انت لك لا أنا ما عندي، ممكن بقول لك أنا ما حمايتك عندي انت مشكلة. ممكن حمايتك انت تتسبب بانه تروح عائله كامله. صح. ففي ناس بتقول لك لا أنا ما عندي مشكلة إني أضحي بحالي كرمال هالناس. تماما، فتسلا يعني والشركات الثانية بيعملوا إحصائيات على هذا الشيء مشان يشوفوا شو ذوق الناس وبناء عليه يمشوا يعني، ولكن بالوقت الحالي السيارات عم تتباهى، شركات السيارات بتتباهى إنه نحن سياراتنا بتعمل قرار تحميك أنت ما بتحمي غيرك. يعني هي أخلاق نفعية بحتة بدون ما يطلعوا على الأخلاق الواجبة أبدا، عم يطلعوا أخلاق عم تجارية. أخلاق تجارية حتى، لأن هي مو نفعية فعلا، لأن ممكن المجتمع ما يستفيد من حياتك أنت. صح، اخلاق تجاريه انت فعليا اساسا في هون، كمان ما بدي احكي موضوع العداله في إلها، ولكن انت اساسا كشخص انت قادر على اقتناء سياره تسلا، فانت اساسا يعني ادفانتج بكثير عن ناس ثانيين، فهي لحالها يعني مو بس انت معك صحيح مصاري وجايب صحيح سياره، صحيح. لا كمان انت اذا لا سمح الله بعيد الشر رح تعمل حادث هن يروحوا وانت تضل. حسبي الله. يا سيدي، فمرة ثانية، موضوع معضلة القطار، حقيقة نحن بنحكيه كمزح وانه من امثلة. يعني انا مثلا لو كان انا الخمس الاشخاص هذول هن غرباء عني، وهذاك الشخص هو اخي، انا ربما لا اضحي بالخمسة مقابل اخي. وين تطبيق الطبي حقيقة؟ خلينا نضرب مثال بسيط، لأنه هذا حيكون موضوع الجلسة القادمة، بس حنضرب مثال عملي. أنا كطبيب عناية، أنا اشتغلت عناية سنوات طويلة من عمري. العناية مهما كبرت، أنا اشتغلت بعناية فيها 40 سرير، واشتغلت بعناية فيها 12 سرير، واشتغلت بعناية فيها 4 أسرة، واشتغلت بعناية فيها 6 أسرة. يعني بالنهاية مهما كان المكان، شو بيقولوا، يعني أرقى أو يعني أعلى، أو إنه في موارد أكثر، بس بالنهاية رقم محدود. وصدقني، حتى لما اشتغلت ب4 أسرة كنا نتفاوض على سرير، انه هذا سرير نخليه للاحتياط، انه ما نقبل عليه الا الحالات اللي بتستاهل. وبالتالي انا في عندي حالات معينه كنت ارفضها، مريض متقدم، يعني ما حادخل تفاصيل. وبالتالي انا هون كاني انا عم اغلب الاخلاق النفعيه فيها. حتى لما كان عندي 40 سرير نفس الشيء، بالنهايه في 5 اسره او 4 اسره حنحفظهم فقط، ما بنقبل عليهم اي مريض الا لي مثلا شاب صغير. يعني هي اخلاق نفعيه. مو بس هيك، هلا حتى على مستوى، على مستواك انت طلال يعني كطبيب، اعتبر حالك انت هذا السويتش او هذا المزلقان، بدك تروح تعالج خمسه او بدك تروح تعالج واحد، صحيح هي كمان صحيح. قرار بتتعرض له انت بشكل يومي. بهذا لما بيزحم الطوارئ مثلا، اذا انت كنت طبيب الطوارئ لحالك، هي عمليا اخلاق نفعيه. انت اذا بدك هاي تيجي والله التيوري تبع بالترتيب، القطار. تماما، انت اذا بدك تيجي والله، لا، اللي بيجي اول بيتعالج اول. هيك انت ممكن يجي مريض مثلا، واحد عم يجي على راسه وتقعد تقضي معه ساعه اخذ وعطاء، ويكون اللي اجى بعده هو مريض احتشاء عضلي قلبي، هذا بده علاج دقائق ولا يموت مثلا. فالاخلاق النفعيه هون دور، انا بقدم الاولويات على حد يعني مره ثانيه، انا لا يمكن اني انا اعالج كل المرضى بنفس الوقت وبنفس الكفاءه وبنفس القدره، وبالتالي انا لازم اقدم المصلحه الاعم، مصلحه اكبر عدد، لا اقدمها باكبر اكبر خلينا نقول افيشنت، يعني اكثر شو بيقولوا فعاليه. سبحان الله، موضوع ما بينتهي. هل هذا هو مقدمة للمبدأ الرابع اللي حنحكي عنه بالجلسة القادمة إن شاء الله، هيك تشويقية إن شاء الله يكون، هو الجستس، العدالة. طبعا العدالة غائبة في معظم أحوالنا. ولا أوجه كثير، ولا أوجه كثير. فنحن إن شاء الله موضوع الجلسة القادمة حيكون عن العدالة إن شاء الله. معضلة القطار هي كانت مثال عملي عن الموضوع، وإن شاء الله بنحكي عنه بالجلسة القادمة بالتفصيل. الله يا جزاك الله أخي الله خير. باسل، شكرا جزيلا، وإن شاء الله يا رب نجتمع بالحلقة القادمة إن شاء الله.
الله، أهلا وسهلا يا حبيبي، طبعا، السلام السلام. عليكم. السلام.